السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. رينال نيوبلازمس. بتقسم الرينال نيوبلازمس يا جماعة لبناين ومالجنان طبعا. الأول البناين نادر جدا أدينوما أو أنجيوما في الكدني. الموضوع أنا بديه على فكرة عشان الفيلاس بابيلوما. ايه الفيلاس بابيلوما ده؟ يعني ده فيري رير تيومر ان هو يحصل في اليورين تراكت. الفيلاس ادينوما او بابيلوما يا جماعه كون انها تحصل في اليورين تراكت دي حاجه غريبه جدا. ليه؟ لان الفيلاس بابيلوما او الفيلاس ادينوما يا جماعه دي بتحصل اكتر، مش اكتر، دايما في الانتستين لانها طالعه من انتستينال ايبيثيليوم. لو طلعت في اليورينال تراكت بتطلع غالبا في اليورينال بلادر او في الرينال بلفس او ليس كومنلي في اليوريتر. نبص نلاقي الحكايه دي لو حصلت في اليورينال تراكت ليه غريبه؟ دي طالعه يا جماعه في اليورينال تراكت من انتستينال ايبيثيليوم. زي ما احنا عارفين اليورينال تراكت نورمالي متبطن بترانسيشنال ايبيثيليوم. ازاي انتستاينال كولومنر ايبيثيليوم حصل من هو انتستاينال ميتابليزيا؟ حصلت في اليورو ايبيثيليوم، اليورو ايبيثيليوم اللي هو ترانزيشنال، ومنها حصلت الفيلاس ادينوما والفيلاس بابيلوما. نبص نلاقي الحكايه دي بقى تتميز بقى بايه؟ انها بيكون معاها غالبا اسوشيشنز، زي مثلا بيكون معاها يورو ليثيزيس اللي هي طبعا حصوات، بيكون معاها كورونيك انفكشن، وساعات يكون معاها ميوكو نيفروزيس، يعني البلفيكال سيستم مليان ميوكس. التيومر ده ما بيعملش غير سيرفيس سبريد، سيرفيس سبريد. السيرفيس سبريد ده يا جماعه ده بيحصل تيومر هنا اهو مثلا في البلفيكال سيستم، تبص تلاقي حصل بعد كده واحد في اليورتر وبعدين واحد حصل في اليورينال بلادر، فده بيمشي الخلايا بتاعه التيومر ده هو على في البول وتبقى امبلانتد ديستا ليها على السيرفيس وتعمل لك التيومر الثاني. عشان كده للاسف عندها تندنسي فور ريكرنس، تشيل مثلا التيومر اللي في الكدني تبص تلاقي راح طلع لك واحد في اليوريتر وهكذا. بيني وبينك التيومر ده هو ملوش غير حل واحد عشان ما يحصلش ريكرنس بقى، فده لازم يتشال له كليه باليوريتر كله، ودي عمليه اسمها نفرو يوريتريكتومي. في سؤال على فكره شايفه مشهور قوي، ايه هو الانديكيشنز فور نيفرو يوريتريكتومي؟ اهم من الفيلاس بابيلوما ده هي الرينال تي بي. فرينال تي بي او فيلاس بابيلوما ده انديكيشن انت تشيل الكدني باليوريتر كله، دي اسمها نيفرو يوريتريكتومي. نيجي بقى للمالجنانت. المالجنانت يطلع من حته من اثنين، هي الكلى دي بتتكون من ايه؟ من بارينكما و بيلفيكال سيلسس. 90% من المالجنانت تيومر اللي بتطلع من الكليه بتطلع للاسف من الرينال بارينكما. التيومرز اللي بتطلع من الرينال بارينكما اشهر نوع والكومنست حاجه اسمها رينال سيل كارسينوما، ودي طبعا هناخدها بالتفصيل، ودي بتحصل في الادلت لايف. في عندنا بقى تيومر بيحصل في الاطفال الصغيرين، كانوا زمان بيقولوا عليه ويلمس تيومر، او قبليها كمان كانوا بيقولوا عليه امبريوما لانه بيطلع ناحيه الامبريو يعني في الاطفال قوي، ودلوقتي بيتقال عليه نيفرو بلاستوما. فنيفرو بلاستوما هي ويلمس تيومر، هي الامبريوما.
بس طبعا هي الكومنست الرينال سيل كارسينوما اللي بتحصل في الادلت. نادر قوي يحصل تيومرز تانية مالجنانت في الكيدني زي مثلا ساركوما لايو مايو ساركوما، بس دي حاجة نادرة. 10% بقى من الرينال تيومرز تطلع في البلفيك كاليسيل سيستم، ودي بقى متوقع تكون ايه؟ المفروض البلفيك كاليسيل سيستم لايند باي يورو ايبيسيليم اللي هو ترانزيشنال سيلز. فما يطلع منها ايه؟ هيطلع منها ترانزيشنال سيل كارسينوما، وده بيتقال عليه يوروسيليال تيومر. فين نوادر ان يحصل لك ان هو سكويموس سيل كارسينوما؟ ولو حصل طبعا سكويموس سيل كارسينوما في البلفيك كاليسيل سيستم، هنا مفيش سكويموس سيلز. دي جت ازاي؟ كالمعتاد من ميتابليزيا الترانزيشنال ايبيثيليوم اتحول الى سكويموس ايبيثيليوم وحصل سكويموس سيل كارسينوما. يعني طبعا اللي هناخدهم بالتفصيل المميت اللي هم الرينال سيل كارسينوما والنيفروبلاستوما، وناخدهم دول بقى من اول المحاضره الجايه او الفيديو الجاي. Thank you for good listening and good luck. انا على فكره مدي الفيديو ده مخصوص بس عشان الفيلاز مابيلوما، للاسف بيجي فيها ام اس كيو، مع انها طبعا حاجه نادره جدا جدا جدا، بس هي فاني انها بتعمل سيرفيس امبلانتيشن، الريكرنس بتاعها كتير، انها طالعه من انتستاينال ميتابليزيا في اليورين تراكت، فحاجات غريبه كده فاني، فعشان كده بتيجي.